بيرسيتاو احد اهم الصفقات اللي جابها النادي الاهلي او تعاقد معاها النادي الاهلي هذا الموسم، وكلام كتير على هذه الصفقه. خلينا بقى نروح لكريم سعيد وهيقول لنا بكل ما يخص بيرسيتاو بالارقام وبالتحليل التفصيلي بكل شيء فيما يخص هذه الصفقه الهامه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. اتفضل يا كريم. طبعا بيرسيتاو بنتكلم على لعيب كلاسي، يعني واحد من اللعيبه اللي جم الدوري المصري، وبنقول ان احنا نادرا ما بنلاقي النوعيه دي بتيجي زي بالظبط كده. مثلا الموسم النادي بيراميدز مثلا جاب فيه كينو وعمر خربين، النادي الاهلي يعني بيسير في نفس الاتجاه هذا الموسم، واسم بيرسيتاو واحد من الاسماء الكبيره في افريقيا، سواء كان مع سان داونز في فتره يعني توهجه لما كان مع سان داونز وتحت قياده بيتسو موسيماني لما كان مدير فني لسان داونز، وقبل ما طبعا ينتقل لاوروبا ويصنع هناك يعني عدد من الـ الامور الجيده جدا 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 في اوروبا، خصوصا مع البيون، فريق البيون الانجليزي. طبعا بدايه بيرسيتاو مع سان داونز بنتكلم لغايه 7 يناير 2014، بعد كده راح اعاره، بعد كده نادي داخل جنوب افريقيا، بعد كده رجع سان داونز تاني من 30 يونيو 2016، بعد كده راح برايتون الانجليزي في 20 يوليو وتم اعارته لرويال يونيون البلجيكي، بعد كده برايتون رجع تاني، وبعد كده راح كلوب بروج وراح اندرلخت، وبعد كده رجع لبرايتون ورجع جالنا بقى في الاخر للنادي الاهلي. بنتكلم على لاعب احرز بطوله دوري ابطال افريقيا طبعا في موسم 2015-2016 وحقق السوبر الافريقي، كسب طبعا دوري جنوب افريقيا مرتين، كسب الدوري البلجيكي، لعب الموسم مع رويال يونيون البلجيكي، وهداف دوري جنوب افريقيا في موسم 2017-2018. الجميل بقى في بيرسيتاو يا كابتن اسلام ان هو في مسيرته لعب 187 ماتش. تخيل ما اتطردش غير مره واحده وبسبب انذارين، يعني اللاعب ده عمره ما خد طرد مباشر في حياته. هو اتطرد مره واحده في الدوري البلجيكي بسبب مباراه خد فيها انذارين، فبيعرفك ان هو لعبه لعب كلين، لعب لعب يتناسب مع النادي الاهلي وتركيزه في الكوره، بيشغلش باله بامور تانية، بيقعد مركز ان انا عايز العب كوره بقى، عايز انفذ التاكتكس تبديل فني. وبيرسيتاو فعلا لاعب جوكر، يعني لعب ليفت وينج، لعب رايت وينج، ولعب بلاي ميكر، ولعب سي اف، لعب تحت راس الحرب، وشفناه حتى مع منتخب جنوب افريقيا في مباراه اللي خرجونا فيها هنا اهو في كاس افريقيا 2019، كان بيلعب تحت المهاجم. لعيب متعدد المواهب وكمان دفاعيا قوي جدا.